ومن الموسيقى العالمية ثروات ننتقل هلأ للموسيقى الشرقية مع الفنانة اللبنانية أليسار يلي قابلناها مؤخرا وتحدثنا معها عن آخر نشاطاتها وأغانيها. هالسبيشال ريبورت بتتبعوا مع زميلتنا رانيا كاش. البداية كانت بستوديو الفن أكيد على شاشة الـ LBC. كنت اشتركت بالفئة الطربية وأكيد فزت بالمراتب الأولى بهذه الفئة. تعبت شوي أنا لأني أنا بغربة مش ببلد مش بعيشة بلبنان، بس أكيد رجعت بالكامباك الكبير اللي عملتها بال 2009. كل شي تغير حتى الكلمة الحلوة ما تتنهى. الكامباك كانت أكيد مع مروان خوري بغنية كل شي تغير كلامه ألحانه. العمل الثاني كمان كان الغنية صاير لك مع الأساتذة أكيد مع حفظ الألقاب فارس اسكندر سليم سلامة وعمر صباغ. أبدا ما بتشبه كل شي تغير، هي أغنية تراثية جودة بكي بامتياز. كملنا بعمل ثالث ويلي هو عمل انا بعتبره كلل كل نجاحات أليسار او زاد على نجاحات أليسار بصمه كبيره يلي هو وقف يا زمان العمل الخليجي. وقف يا زمان ترى عمر الهنا لحظات، وقف الساعه وانسى المكان. هذا العمل لحد هلا رح يصير عمره اكثر من سنه، بيحتل المراتب الأولى بالخليج كأغنية وعمل لي صدى كتير مهم بدول الخليج ودول العرب. لا يهمك ولا عازم ولا تضيع لهفتي أشواق لهفتي الأشواق. آخر عمل نزل يلي هو حبيت هي أغنية لبنانية مهضومة وكمان بذات الوقت طربية. حبيت من قلبي أنا من يوم ما عرفته أنا حسيت شو يعني أنا هلأ صرت اشتاق. شبه صوتي للفنانة الكبيرة سعاد محمد الراحلة أكيد الله يرحمها، أكيد هذا الشيء بيضيف لي وين ما بروح دايما أليسار غني لنا للسيدة سعاد، هذا شيء قلبي بيكبر فيه طبعا. وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني. أنا عم بحضر دايما يعني أغاني في تحضير هلا لعمل كثير كبير ومهم إن شاء الله يا رب توفق فيه. في عنا تور أنا سعيدة إنه رح التقي بالجاليات اللبنانية والعربية بدول الاغتراب قريبا بيو اس اي وبكندا بشهر 10، وكمان عندي على السنة الجديدة بشهر 12 عندي كمان أستراليا. معكم أليسار، تابعوا كل جديدة وأخباري وأغانيي وكليباتي بإنتاتش على الـ LBCI.